والله يا عيال ادي اللي كان ناقص، بنت هارون السعداوي تدور على حل شعرها. ايه الكلام اللي بتقوله ده يا حاج؟ بنتك مش ممكن تعمل كده ابدا. ما اللي حصل ده تقولي عليه ايه؟ الولد كان مستني ما يتخرج ويطلبها منك. يعني صح، ومحدش بيتبلى عليها. الولد قصده شريف، هو احنا هنلاقي احسن منه؟ يا سلام، ابن ابو حجر بقى امنه دلوقتي. ماله محمد يا حاج؟ مالوش، بس مش بنت هارون السعداوي اللي تتجوز ابن غفير واقف على بوابة المينا. انت بتقول ايه؟ ده انا ابقى غبي الدايره بحالها، احط يدي في يد غفير ازاي؟ بنتك بتحبه يا حاج، ما تكسرش قلبها. بلا حب بلا كلام فارغ. تقصدك ايه انت التانيه؟ قصدك تعصيها عليا ولا ايه؟ ضربت على رقبتها، امنعها من الاعلام، اسفرها على البلد. ليه بتقول كده يا بابا؟ ما عرفهاش بقول كده ليه؟ كل اللي سمعته صح يا بابا. كان بيجمعنا حلم جميل ومستقبل يتمناه أي اتنين. محمد إنسان مؤدب وتربي، وأي بنت في الدنيا تتمناه، وعمر ما هيكون شغل أبوه عقبة قدام أي إنسان يفكر يرتبط بيها، حتى لو كانت أحسن مني أو أغنى مني. يعني الناس كلها تعرف إلا أبوكي؟ بس حلمنا كان في النور، لا أنا ولا محمد عشناه في الظلمة ولا من ورا الناس. كلهم شافوه وهو بيتولد. ماما ومنى وحتى اخواتي، حضرتك بس اللي ما كنتش عاوز تشوفه لانك كنت رافضه، رافض ان بنتك تتجوز ابن عم اسماعيل ابو حجر الغفير اللي واقف قدام باب المينا زي ما بتسميه. ناصر استنى يا ناصر. نعم، في حاجة؟ بابا، إذا كنت عاوز تمنع الغلط اللي بيرتكبه ولادك، فامنع ناصر اللي بيضحك على عقل البنت الغلبانة، بنت عم إسماعيل أبو حجر، صاحبك، وأظن ما يستاهلش مننا ده كله. أما أنا، فالحلم اللي بيني وبين محمد انتهى خلاص. انتهى لما غار على كرامته وكرامه والده، لما حس انك دوست عليها برجليك وانا اللي دفعت الثمن. طمن يا بابا، اللي بيني وبين محمد انتهى خلاص. هو في ايه؟ قل لي هنا يا خيبان، انت مين من بنات ابو حجر اللي بتضحك عليها؟ انت برضه هتصدق الكلام ده يا حاج؟ انا بتاع بنات برضه، انا من دلوقتي بتاع مذاكره وبس، ده انا حتى جاي اخد كتابين عشان اروح اذاكر مع نادر. بتلجمتني، خلتنيش عرفت انطق. أنا هطلع أشوفها. بقى الموضوع وصل لكده. دي كل يوم بتقولهم إنها عندي وهي معاها. لازم تبلغي طنط سعادة، يا إما إحنا بالشكل ده هنبقى بنغطي عليها. أنا اشتريت دماغي، وأنا مالي؟ تصوري، دي كل يوم بتروح الكلية متأخر، وده ليه؟ علشان طول الليل بتلف معاه بالعربية. دي هتتخزق لها عين علشان يبقى عندها عربية. أماني طول عمرها بتموت في المظاهر، والمظاهر دي هي اللي هتوديها في ده. يصير أخوها محمد يشوفها معاه. مش ده المهم، المهم إن هم يعرفوا إنها مش معاكي أو بتذاكر عندك. لما طنط سعادة تتكلم في التليفون ابديها لي. النهارده اتصلت خلاص، وقلت لها إن نصر هيوصلها. يبقى أنت اللي بتشجعيها يا منى. أنا هتصل بطنط سعادة وأقول لها.
قصدي من الست كده بس في التليفون. اسمعي، انتي بتخلصي بكره محاضره الساعه كام؟ 2. كويس قوي، خليها واقفه معاكي لحد ما اجي. انا هخلص 2:15، 2:30 هكون عندكم اهو. ابدا بيها يمكن ينصلح حالها. وسبتها تقول كده ومشيت؟ انا قلت قد ما تكبرهاش، خدت بعض ومشيت. بس تعرف البنت دي زي لقطه القشطه، ما تسيبهاش يا نصر، دي خام، شكلها انت زي ما انت عايز. قليل لما تقع في ايد الواحد حاجه كده بيتي وحلوه في نفس الوقت. لو عجبك خدها، انا ما بحبهاش. زي ما تقول كده من صغرنا ابويا غلط غلطه عمره، قال نصر الاماني، وهي من ساعتها لزقت. واضح انها بتحبه. افتكر الموزه من دول لما تسمع الكلام على طول وتقول حاضر تبقى ايه؟ تبقى بتحب. اللي تقلق منها اللي تعمل لك مشاكل في النافوخ وما تبقاش مطيعه. ومنكم نستفيد يا عم، تعرف ان انت طلعت خبره وخرنج. انا خرنج؟ فكر يعني بعقلك كده، واحده زي دي متعلمه وزي ما انت بتقول كده حلوه زي لقطه القشطه، وقدام شو واحد تبقى دكتوره صيدليه، ممكن تحب واحد كده زينا صاحب ثانويه عامه وفاشل ليه؟ اولا الفلوس، هي عارفه اكيد ان ابوك من اغنى اغنياء اسكندريه. ثانيا هي هتاخد واحد ابن عيله. هي اولا اللي صح، ثانيا دي بقى اركنها على جنب يا كروديا. وثالثا بقى انا هنام عندك النهارده. تنور. شغل لها بقى التلفزيون وشوف فيلم السهر. تمام يا سعاده الباشا، انا متشكر قوي. انا هخبر سعادتك لما اكون جاهز انزل مصر ان شاء الله. الف سلامه يا باشا. مع الف سلامه. كيفك يا اسماعيل؟ الحمد لله، بعودة يا حاج، ربنا ما يقطع لك عادة. بس أنا بقى زعلان منك، ما كانش صح برضك تخبي عليا. أخبي إيه يا راجل؟ ده أنا جيت مكتبك وفضلت واقف فوق ساعتين على رجلي، ورجالتك منعني من الدخول، ولما شديت معاهم علاء بيه شافني عملها حكاية. افتكرني جاي امد لك يدك. ما فكرتش تيجي وتنصفني يا هارون لما عرفت اللي جرالك. بتتكلم عن ايه؟ انا بتكلم عن حاجة تانية. حاجة تانية؟ ابنك محمد يا اسماعيل. ماله ابني محمد؟ ضاحك على اجل بنتي. ابني؟ لا يا هارون، استغفر الله. ابني عارف ربنا كويس، وبنتك بنت اصول. عيب ما تقولش عليهم كده. ومش عيب لما يبقوا متفقين على الجواز لما يخلصوا علامهم. شفت يا هارون، تفرق كتير قوي قوي يعني كده. ما تفرقش ولا حاجه، الحكايه دي لو عندنا في البلد تطير فيها رقاب. يا هارون، الزمن غير الزمن، والمكان غير المكان، ودول متعلمين ومتنورين. ابني شاف بنتك الاصول والاخلاق، وبنتك شافت تربيته، والاثنين اتوعدوا على الجواز بعد ما ربنا يكرمهم وينجحوا في دراستهم. وقدامي وقدام امه واخواته وقدام الست منصر. منصر؟ ايوه، بنتك خبرتها. اسمع يا اسماعيل، الجواز قسمه ونصيب، وانا مش هلاقي احسن من محمد ابنك، لكن عيب لما يقابل البت ويكلمها في الشارع. ولا نسيت ان ده عار عندنا؟ بنتي انا هربيها. بنتك متربيه احسن تربيه. لاجل العيش والملح اللي بينا يا اسماعيل، ابعد ابنك عن بنتي احسن لكم. انت بتهددنا يا هارون؟ حق يا اخي، من حق اخاف على بنتي. انت تقدر تاثر على ولدك، وانا هبعد بنتي، وكفى الله المؤمنين شر القتال. انت خليت فيها شر وقتال يا هارون. طب ايه رايك انا طالب يد بنتك لمحمد ابني؟ انا ما عنديش بنات للجواز يا اسماعيل. قول كده، قول انا رافض اناسبك يا ابن ابو حجر.
العموم احنا ما كناش هنلاقي احسن من بنتك. السلام عليكم. وعليكم. يلا بينا علشان اروح. لا يا حبيبتي مش هينفع اروح انت. ليه مش جايه معايا؟ لا بس لو ماما كلمتك قولي لها نايمه في الحمام اي حاجه لغايه ما اطلبك في التليفون. ليه رايحه فين؟ عندي ميعاد مهم. نصر برضو؟ ايوه النهارده هنحط النقط على الحروف. نقط ايه وحروف ايه؟ انت بتصدقي الكلام ده؟ بابا هيرفض مش ممكن يوافق. ده ساقط ثانويه عامه وبابا كل همه انه ينجح السنه دي. معلش معلش يا منمونه يا حبيبتي. رفضت برضه تستنى. ايوه طب يلا بينا. ما عندوش بنات للجواز؟ طب ده انا ابني يتجوز ست ستها. هو نسي نفسه ابوه مين وامه مين؟ ملوش لازمه الكلام ده يا سعاده. لا له وله وله. انت اللي معرفتش ترد عليه. لو كان قال الكلام ده قدامي كنت ردحت له. ابن نظيمه تحت السريس ده معرفش يعني ايه عيله الا لما جوزناها الست ليلى زبونتي. خلاص بقى يا سعاده. انا بقى هطلب بنتك الصغيره مقصوفه الرقبه وهقول لها ما تاكلش لقمه عندهم وتنزل تيجي في المواصلات. الو اهلا يا ست سعاد. ازيك يا حبيبي؟ لا والله مش موجودين. حاضر اول ما تيجي هخليها تطلب. مع السلامه. يعني هيكونوا راحوا فين؟ الارض اتشقت وبلعتهم. انا حطاهم بايديا دول في علبهم وشايلاهم في الكومودينو. طب اهدي بس كده يا حبيبتي وروقي. وانت هتفتكري حطيتيهم فين؟ هكون حطيتهم فين يعني؟ ما هو يا اما في علبهم يا اما في الكومودينو. يمكن لبستيهم وخدتيهم معاكي ونسيتيهم في شقه كفر عبده. هنسى الماز يا رمزي. طب ما هو مين دخل الشقة غيرنا يا سميرة؟ هو ده اللي أنا لازم أعرفه. خدي مش خسارة فيكي. هو ده الألماز يا نصر؟ ألماز إيه؟ الناس الهاي بيقولوا عليه سوليتير. أنا بحبك أوي أوي يا نصر. يعني مبسوطة مني؟ أوي. بس بقولك إيه بقى؟ إيه؟ يا ريت ما تقوليش لحد في البيت عندكم إن أنا جبتلك حاجة، ويا ريت كمان ما تفهمهمش إن ده ألماز. هو ده غالي قوي؟ ما يقلش عن 10 بواكي وحياتك. 10 بواكي؟ امال شبكتي هتبقى بكام؟ ايه بقى؟ ايه؟ ايه؟ دري دري احسن الواد نادر ده عينه وحش. دري. عندك حق. في ايه يا ابني؟ ايه بقى؟ هنقضي النهار كده مفيش نزول ميه؟ ننزل ميه بس نلبس المايوهات. انا هروح البس المايوه. يلا. هي الست اماني روحت؟ بتسالي ليه؟ اصل الست والدتها لسه مكلماني وكانت عايزاها تتصل بيها اول ما توصل. طب تعالي نتصل بيها من فوق. ايوه يا بنتي انا متشكره قوي، متشكره انك نورتيني. خير يا ماما؟ في ايه؟ ما
مصيبة مصيبة وما كانتش على البال. ما هي دي مش طريقة تفاهم يا سميرة يا حبيبتي. استني بس هنتكلم ونتفاهم يا سميرة. ده ابن الحاج هارون. وانا مالي ابن الحاج هارون؟ ان شاء الله حتى يكون ابن هارون الرشيد. في حد غيره دخل بيتي يا حبيبتي؟ مش دول اللي يبصوا لشوية ألماز؟ وانا يا ستي هعوضك عنهم. ماما في حد تاني دخل هنا وانا مرضتش اقول لكم. شفت يا ستي؟ مين يا نادر اللي دخل بيتي من غير مهر؟ طاش على ايدها هي اللي بتجيني. يا بجاحتك يا اخي. مش عاوز غلط. ومكان بقى على البجاحه مش انا الواحد اللي بجح في البيت ده. تقصد مين بقى بالكلام ده؟ وبعدين معاكم اتفضلوا على فوق. مش قبل ما اعرف يا ماما يقصد مين بالبجح التاني اللي في البيت. والله بقى اللي على راسه بطحه حاسس عليها. وبعدين يا نصر اطلع فوق يلا. شفتي بقى يا ماما يقصدني انا؟ لعلمك بقى انا احسن منك ومتربيه احسن منك. الدور والباقي عليك مش عارف تاخد حتى الثانويه العامه. وعشان عارف ان مفيش حد يرضى يبصلك ولا يعبرك عمال تضحك وتنصب على بنات الناس الغلابه. ذنبها ايه البنت الغلبانه دي اللي تضحك كل يوم على اهلها وتقول لهم انها بتذاكر عند اختك وانت عمال تلف بيها في الشوارع ليل ونهار ومعشمها بالجواز ولسه بتاخد مصروف من بابا. حلوه قوي الخطبه الجميله دي. خلصت كلامك قبل ما اطلع ولا في كلمتين تاني؟ عايز اعرف ايه خيالك بالنسبه لي. وبعدين معاكم بقى قلت اطلعوا فوق. ويكون في علمك بقى مفيش شاب النهارده بيجري ورا واحده، هما اللي بيجري ورانا، صح يا ماما؟ الصح بقى تنتبه لدروسك، بلاش كلام فارغ. نصر الحمد لله اني لقيتك. ايه؟ الماظ امي اتسرق، كانت هتتهمك فيه، اضطريت اقولها على اماني وعبير. عبير دي بنت ناس واهلها من الناس المبسوطين قوي في اسكندريه. ما اعتقدش انها ممكن تعمل كده. اكيد اللي عملت العامله دي هي بنت السور. يا مدام البنت اللي تروح شقه شاب قاعد فيها لوحده تعمل اي حاجه. على العموم اتفضلوا انتوا دلوقتي وان شاء الله هترجع لك حاجتك. طب يا سيدي متشكرين جدا. يلا يا سمير. انما ايه بس اللي خلاك عملتي كل ده يا ست سميره؟ الحقيقه غصب عني يا هارون بيه. انا نفسي مش عارفه عملت كده ازاي. ده انا اول مره ادخل اسم. بس الظاهر بقى ان الكام طقم اللي اتسرقوا مني طيروا برج من دماغي. كام طقم؟ مش هو طقم واحد يا ماما؟ يا ابني ده كام من ساعتين. فعلا انا كنت فاكره انه طقم واحد. بس اصلي لما دورت كويس اكتشفت ان كذا حاجه ضايعه مني. وايه اللي جاب بنت ابو حجر هنا؟ كانت بتشرح لنا المذاكره.
شعرك المذاكرة قلة المدرسين يعني؟ اسمع يا ست سميرة، احنا عايزين نلم الموضوع، واي حاجة ضاعت انا كفيلة تجيب لك بدالها. كده يبقى عداك العيب يا حاج هارون. يلا يا حبيبي انتوا هو اتطرقوا ورونا عرض كتافكم. يا فندم اخويا يبقى زميل ليا وهيتخرج السنه دي ومن اوائل الدفعه كمان، ووالده يبقى المساعد اول اسماعيل ابو حجر بامن الموانئ، واتهام السيده سميره للبنت يسيء لسمعتها وسمعه والدها واخوها. معاك حق، ده الست مش بتهمها بالسرقه وبس. طب وانت شايف ايه اللي تقدر تعمله يا عزيز؟ لا طبعا يا هارون بيه، معقول انا اجيب اسم نصر في حاجه زي دي؟ هي اكيد البنت اللي كانت بتذاكر لهم دي. ايوه، وضحكت على الولاد وسهتهم ودخلت سرقت الكمطه. بس انا مش داخل دماغي حكايه انها بتذاكر لهم ولا بتشرح لهم دي. ليه يا هارون بي؟ اصل انا اعرف ان الواد نصر ضحك على اجل البنت دي ومعشمها بالجواز. وهي مصدقاه يعني؟ اتصور تبقى عبيطه، معقول انا اجوز ابني لبنت غفير واقف على باب المينا؟ لا طبعا معقوله، لا هو في مستواها ولا هي في مستواها، دي بنت استغلاليه لازم تاخد جزاءها. ايوه تاخد جزاءها بعيد عنينا. نصر ونادر ما تجيش رجليهم في الحكايه. اطمن يا هارون بيه، انا هعمل كل اللي انت قلت عليه. اهلا اهلا وسهلا. اهلا يا بنت اتفضلي. يا اهلا يا اهلا. اهلا يا طنط. اهلا بيك يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله. حماتك بتحبك، انا عامله النهارده حمام محشي بالفريك وويك. هو محمد جه على وصول؟ اصل انا كنت وعدته ان انا اجيب له الروايات دي. هو المفروض هياخد قطر الساعه 6، يعني زمانه على وصول. ان شاء الله. اهو وصل. مساء الخير. مساء النور. ملازم اول العزيز عبد المقصود. اهلا وسهلا يا ابني، اتفضل. شكرا. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. تعالي نقعد هنا، ايناس خرجت واماني نايمه هصحاها لك. تعالي اتفضلي. بنت حضرتك؟ لا دي بنت سيادة اللواء محمد الصواف حكم دار اسكندرية. من الاخلاقيات العالية قوي محمد بيه الصواف. انا اعرفه من ايام ما كان زي حضرتك كده، ملازم اول ومن يومها، والحمد لله ربنا يديم المعروف. انا بقى زميل محمد ابن حضرتك، لكن انا سابقه بسنة بس. اللي جايبني النهاردة بلاغ مقدم من السيدة سميرة نور. مين سميرة نور؟ بتتهم الأنسة أماني بنت حضرتك بأنها سرقت مجوهرتها. بنتي أنا؟ بنتي أنا سرقتها؟ سرقتها إزاي؟ وسرقتها منين؟ من شقتها. بنتي أنا؟ حسب بلاغها كانت موجودة إمبارح في شقتها مع واحد اسمه نصر الدين هارون. واحدة واحدة. نصر الدين ده ابن هارون السعداوي؟ السيدة سميرة نور لها ابن اسمه نادر، يبقى صاحب نصر الدين هارون. استغلوا امبارح عدم وجود اي حد في الشقه وقضوا اليوم كله هناك، وللاسف كان معاهم واحده تانية اسمها عبير رمزي طلعت مسجله اداب. مسجله اداب؟ مسجله اداب مع بنتي انا؟ ازاي؟ ارجوك ارجوك اهدى يا عم اسماعيل، انا جاي النهارده لحضرتك عشان نلم الموضوع. حضرتك فرد من الداخليه ومحمد يبقى زميل ليا، ويا ريت لو المسؤوليات دي مع بنت حضرتك يا ريت ترجعها، وهنحاول نضغط على المبلغه ان احنا ننهي الموضوع في الاسم بدون اي شوشره.
قوة إلا بالله. أنا على آخر الزمن يحصل لي ده؟ لا بنتي أنا كنت أهم بالسرقة؟ لا يا بابا لا، صدقني يا بابا أنا ما سرقتش وما عملتش حاجة وحشة، صدقني أنا ما تصدقهمش هما يا بابا، والله ما عملت حاجة. أمال بيتهمك ليه؟ بيتهمك ليه؟ ما أعرفش يا بابا، ما أعرفهاش والله ما أعرفها. يا ماما خليها تغير ماما وتطلع لحضرة الظابط ياخد أقوالها. ظابط سامحني يا ماما، سامحني يا مجرمة، ما عملتش حاجة يا ماما، صدقيني ما عملتش حاجة، ما عملتش حاجة. اوعي اوعي خالص، سيب الشنطة، اسألي يا ماما، سيبي عشان خاطري يا ماما، خايفة ليه؟ اسألي يا ماما والله. طب انا اوعي هفهمك يا ماما، بس انا ما سرقتش قوتك، ما سرقتش والله يا ماما. ظابط ظابط ماما ماما، لا هقولك، انا هقولك على كل حاجة، انا ما سرقتوش. الخاتم ألماظ ومن المسروقات اللي بلغت عنها السيدة سميرة نور. ده نصر اللي اداهولي. عقلية محمد الله، بس مش ده اللي اتفقنا عليه؟ مش عايزين بنت محمد لسه وقفت تحس بأي حاجة. يا ريت انت ولا لسه أماني تيجوا معايا المكتب عشان نكمل المحضر في هدوء. ماما ما تسيبنيش يا ماما، أوزن ليكي ما تسيبنيش. الحمد لله على السلامة يا محمد. أنا جبت لك مجموعة يوسف إدريس كلها. معلش يا نسرين، خليهم معاكي دلوقتي. تفضل حضرتك. ما تسيبنيش يا ماما، ما تسيبنيش يا أبوس إيديكي، ما تسيبنيش. هو في ايه؟ هو في ايه؟ في ايه يا بابا؟ في ايه يا ماما؟ اتفضلي معايا يا انسه ايمان، اتفضلي يلا. هو في ايه؟ في ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. الحاجة اللي هتجنني يا جدع، البت دي سرقتهم امتى؟ دي ما اتنقلتش من جنبك. اه سبحان الله، يعني انت معايا؟ اه طبعا. يبقى مين اللي سرقهم؟ انا بتكلم جد يا نصر. وانا ما بهزرش يا نادر. وانت هتسرقهم ليه يعني؟ زي ما تقول السرقة دي طبعي نظامي، يعني نشاطي، فهمت؟ لا شلت مسطول. بس انا بقى اللي مخوفني بنت اماني. هلا يعني ممكن تقول ان انا اللي بتتلاقى الخاتم وتجيب رجلي معاها؟ لا 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 لا، ما تخافش، ماما سميره اتفقت مع هارون بيه وهتعمل كل اللي قال عليه. على فكره اللي زي امك دي تخوف، بقى حته خاتم وكوليه تقول عليهم كذا طقم، وابويا هيكوع فلوس قد كده عشان سواد عيونها. على فكره يعني لما مؤاخذه امك دي زي ازاي يعني؟ مش فاهم. يعني طبعها نظامها نشاطها، فهمت؟ لا عشان انت مسطول. مين؟ افتح الباب. اهدي انت، بتقول ايه؟ نصر ابني يتقبض عليه؟ مين ده اللي استشرى وعملها؟ أنا هتصل بمدير الأمن، إن شاء الله حتى وزير الداخلية، أنا هارون السعداوي، يقبض على ولدي؟ كيف ده؟ طيب أنا بتهمك بسرقة المجوهرات دي. صحش كده سعادة الباشا، المؤاخذة يعني أنا ابن ناس وأهلي مكفيني،
ولو عايز من البتاعه دي 100 اهلي يجيبهم لي، انا ابن هارون السعداوي. الدور والباقي بقى على اللي محتاج ومش لاقي اللضه، هو اللي مد ايده ويسرق، لكن انا اهلي مكفيني. يعني ايه الانسه بتتبلى عليك؟ وسعادتك برضه صدقتها سعاده الباشا. هي بتتبلى عليا، اصل هي بقى لا مؤاخذه يعني بتحبني وراميه جتتها عليا وبتجري ورايا في كل حته، وزي ما تقول يعني انا لا شايفها ولا شايف انها من مستواها اصلا، فقالت بقى طينا فوق دماغه. انا يا نصر؟ انا راميه جتتي عليك؟ انا مش من مستواك؟ انا ابن هارون السعداوي، وانت بنت حته صله راح ولا جه؟ الصل ده احسن منكم من اللي خلفوه. شاهد يا باشا، ممكن تسكتوا انتوا الاثنين؟ صدقني يا حضره الضابط، انا ما اعرفش اي حاجه عن الخاتم ده، نصر هو اللي اداهولي وقال لي ما تجيبيش لاي حد اي سيره. جتتي عليك، انا بجري وراك. اخسى عليك اخسى عليك. ايه نسينا ولا ايه؟ مين اللي مؤاخذه اللي كانت بتجري ورايا وملازماني زي ضلي؟ مين يعني اللي كانت بتضحك على اهلها وتقول لهم انها بتذاكر وهي معايا منين ما اروح؟ نسينا؟ يا سلام، هتعملي علينا احنا الشويه دول ما بناكلش منه. اخلص يا نصر واحترم نفسك. ايه ده؟ ظابط؟ يما بقولك ايه؟ بدل ما تتنفخ عليا انا، روح رب المحروس اخطر. دلوقتي المدام هتستلم الخاتم، وانت هتقفل المحضر، والولد والبنت يروحوا. وبقيت المسؤوليات يا فندم. المدام بتقول انها لقيته. اللي تشوف ساعتك يا فندم. تعالى. احنا مش عارفين نشكر سعادتك قد ايه يا سعاده الباشا. لا شكر على واجب يا حاج هارون. واضح يا حاج انها مكيده مدبره، وفي التوقيت ده بالذات في ناس كتير من مصلحتها انها تشوشر على حاج هارون، خصوصا قبل الانتخابات. اقدر انا دلوقتي اقوم امشي؟ لازم توقعي على المحضر وتكتبي اقرار ان المسؤوليات المبلغ عنها كلها في حيازتك وعند حضرتك. دي حاجة بسيطة يا ست ام نادر، والإقرار ده يا سعادة الباشا عندك؟ عند الملازم أول عزيز، اتفضلوا. اللي عملته بنتك ده تستاهل فيه موتها، عايزة تحط راسي في الوحل. أنت ما عرفتش تربيها يا إسماعيل. المرة دي أنا فوتها لأجل العشرة والعيش والملح، لكن قسما عظما لو كانت بنت مين حتى لقطع رقبتها. هنستنى كتير؟ خلاص يا مدام. تاخد بنتك وتمشي يا اسماعيل. لو لسنت بكلمه كده ولا كده مش هيحصل طيب. وانا ما عاوز اعرفكم ولا ليكم صالح بعيالي واصل، فاهم؟ لا 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 يا هارون يا سعداوي، ما تهددنيش ولا تهدد حد من عيالي. انا عيالي متربين احسن تربيه، الدور والباقي على عيالك انت اللي ما عرفتش تربي حد منهم. انا بنتي ضحيه ظلم ابنك، لانه هو اللي سرق دهب الناس. وطي صوتك. طب هو اللي سرق الدهب؟ هو اللي حط الخاتم في صباع بنتك؟ من ظلمه فهمها انه بيحبها وانه رايدها، صدقته. اوعى تفتكر انك انت بتمن على بنتي، لا، انت بتحمي ابنك. بتحمي ابنك لان عارف انه هو اللي سرق دهب الناس وهو الحرامي. وانا هوريك انا هعمل ايه. اتفضلي عندنا. استنى يا باشا، المحضر كده بيطبخ. بنتي معترفه ان ده هو اللي اداها الخاتم، والخاتم ده ما يتبلغ عنه انه مسروق مع حاجات تانيه.
والهانم دلوقتي بتقول ان مفيش حاجه تانيه اتسرقت، واضحه زي الشمس يا بيت. بيضللوا العداله عشان يشيلوا ابنهم. يا عم اسماعيل انا مش هسكت على كده. يا بابا من فضلك يا بابا، حضره الضابط فاهم هيعمل ايه وعارف شغله كويس. انا ما بخافش من الفضايح، انا راجل شريف وربيتكوا على الشرف، والداخليه كلها تعرف كده. مش حاجه اخر الزمن وضلل العداله. يا عم اسماعيل اهدى، يا عم اسماعيل الموضوع خلاص انتهى على خير. خير ازاي يا بيه؟ ما هو المحضر اتقفلت دي، هتبقى سابقه محسوبه على بنتك. يا بابا هنتصرف في الموضوع ده بعدين، اتفضلي امضي يا مدام. البنت كسرتني يا سعادة، كسرتني بعملتها دي، خلتني أطاطي واسكت عن الغلط. أنا لو ما سكتش الموضوع هيكبر والعدالة تاخد مجراها، وساعتها فضحتها هتبقى بجلاجل. خلاص يا اسماعيل احنا نكفي على الخبر مجور، وربنا يجازي اللي كان السبب. ما هو ده اللي حارق قلبي، اللي كان السبب خرج منها زي الشعره من العجين، وبنتي بقت هي المشبوه. لكن لا، انا مش هسكت يا سعاد، مش هسكت. اتفضل اقعد يا اسماعيل. ما تقعد يا اسماعيل. مش قبل ما اتكلم يا سعاده البيه. انت لازم تتكلم وانت واقف. مش القانون بينصف المظلوم يا سعاده البيه؟ ايوه طبعا. ده اللي سعادتك قلته واللي انا مشيت عليه من زمان وصدقته، لكن امبارح لقيته بيحمي الكدابين والغشاشين. طب اهدى بس واحكي لي ايه اللي فور دمك وخلاك تقول كده يا هنيه؟ تؤمر بحاجه حضرتك؟ اتنين شاي صعيدي في الخمسينه. عينيا يا فندم. اقعد بقى اسماعيل، اقعد يا راجل. عايز اسمع منك ايه اللي حصل. يلا حبيبتي يلا اشربي شويه الشوربه دول عشان يفتحوا نفسك. يلا يا روح ماما. يلا يا اماني يلا حبيبتي عشان تشدي حيلك وترجعي الكليه. انت ناسيه ان عندك امتحانات ترم. يلا يا روحي يلا يلا حبيبتي يلا عشان خاطري. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا نصر يا ابن ليلى. شوفوا وشكم بخير. مش هتاخد الاكل اللي انا عامله لك؟ ماليش نفس. بعد إذنكم. بالسلامة يا حبيبي. طنط أقدر أشوف أماني؟ دي مش دريانة بالدنيا والمية ما بتنزلش من زورها. معلش يا طنط إن شاء الله تبقى كويسة. ماما ماما لازم ننقلها المستشفى حالا. أنا نازلة تحت. أوكي. أهلا يا عمي. خير يا بنتي؟ خير يا عمي.
أماني جرى لها حاجة؟ صدمة عصبية، بس الدكتور شافها وطمنا، وإن شاء الله يومين تلاتة وتكون خارجة بالسلامة. عمي أنا مقدرة اللي حصل، بس أنا ماليش ذنب. محدش حملك ذنب يا بنتي، بس المستشفى دي بقينها غالية قوي. ما تحملش هم يا عمي، أنا هدفع الحساب. لا يا بنتي، مش علاش بنتي اللي هيدفعهولي هارون السعداوي. أنا اللي هدفع الحساب يا عمي مش بابا. منين يا بنتي؟ من اللي جرحني وشوه سمعة بنتي؟ من اللي ذبحها قدام عينيا وما قدرتش أعمل حاجة؟ وأشم من عليها تهمة هتفضل لازقة فيها العمر بحاله؟ وبدل اسمها ما يبقى في كشف الجامعة يبقى مع المسجلين والمجرمين؟ لا يا بنتي، أنا اللي حداوى بنتي حتى لو كلفني العمر بحاله. إيه ده؟ إيه ده؟ لا 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 لا، دي على ذوق الحاج هارون يا سميرة، من أحسن صايغ فيك يا اسكندرية. أولاً أنا ملبسي الحاجات البلدي دي، ثانياً الحاج هارون ده ذوقه وحش قوي، مش أنا بقى اللي يختار لي واحد بجلابية زي هارون بتاعك ده؟ هو بجلابية صحيح يا سميرة، بس هارون السعداو. اسمع يا رمزي، أنا عاوزة حاجتي تجيلي زي ما هي لحد عندي، وإلا هروح لإسمه وأقول لهم على الحقيقة. أنت بتقولي يا سميرة؟ أنت عارفة الحاجات دي تمنها كام؟ دي غالية جدا. ما يهمنيش ولا بكنوز الدنيا، أنا عاوزة حاجتي. طب اسمعي يا سميرة، أنا جاتلي فكرة، تيجي نبيع الحاجات دي وتشتري بتمنها اللي أنت عايزاه. أنا مش هتحرك من مكاني يا رمزي، وحاجتي تجيلي لحد عندي زي ما هي، وإلا. لا لا، عشان خاطري، عشان خاطري يا سميرة، بلاش النهاردة. خلاص يا سيدي، تنزل معايا بنفسها وتنجي اللي هي عايزاه. كده بقى يبقى عداك العيب يا حاج هارون. يا سلام، غالية والطلب رخيص. طيب استأذن انا بقى يا حاج، عشان النهاردة عندي وردية طول الليل. مع السلامة. يا صباح القشطة والعسل والفيروز الأزرق. بقول لك إيه رأيك نوصل أنا وأنت مشوار لشارع فرنسا الليلة؟ ومستعجل ليه كده يا هارون بيه؟ الموضوع مش كبير قوي كده، أنا بس زعلت منك. لا، وأنا ما أقدرش على زعلك، هي عموما غلطتي من الاول، كان لازم اسالك انت عايزه ايه. انت ما يغلاش عليك مصاغ الدنيا بحالها. خلاص يا سيدي، ما دام كده بقى اقدر اقولك ان انا موافقه نروح شارع فرنسا النهارده.